الإسلام غيرني كتير، له فضل عليا كبير، خلاني أشوف النور، حسسني بطعم الخير، خلاني ما أحبش عادي وأحب الناس وبلادي، وإن قلت الكلمة أوفي وأكون حاضر في معادي، وأصالح بين أصحابي، وإن كنت حزينة ببسم للي خبط على بابي، خلاني شياكة أناقة في حديثي أدب ولباقة، بين الإسلام وحياتنا في أسمى وأغلى علاقة، خلاني أقرا وأتعلم وبصوت الحق أتكلم، يا ربي صلي وسلم على نبينا المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وأنا بتصفح اليوتيوب لفت انتباهي مجموعة فيديوهات للمستشار أحمد عبد ماهر، عرضها قنوات مسيحية تحمل تصريحات غريبة جدا، لأنها صدرت من إنسان بيطلق على نفسه باحث إسلامي. أنا المستشار أحمد عبد ماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي. ومن العناوين الغريبة اللي شفتها فيديو بعنوان المسيحي ليس كافرا ولا مشركا، وفيديو تاني بعنوان المستشار أحمد عبد ماهر يصرخ في المسيحيين دافعوا عن دينكم وعن أولادكم وانفوا عنكم تهمة الكفر، وآخر بعنوان المسيحي مش كافر للمستشار أحمد عبد ماهر كاتب ومفكر إسلامي. فالفضول انتبني وقلت يمكن الكلام اللي قريته ده يطلع غلط، وان دي ممكن تكون مجرد عناوين والكلام اللي جوه الفيديو حاجة تانية خالص. ولكن الصدمة اني لقيت مضمون الكلام نفسه ما ينفعش انه يطلع من حد بيقول على نفسه انه مسلم وباحث اسلامي وبيوجه رسالته للنصارى وبيقول لهم، يقولوا ان المسيحي كافر، ان المسيحي ما بيعبدش ربنا، ان الله ثالث الثلاثة. انتوا بقى سايبين لهم الساحة سداح مداح. ايه ده؟ دافعوا عن دينكم، دافعوا عن اولادكم، ما ينفعش كده يا ناس. فهل معنى الكلام ده ان المستشار احمد عبد ماهر اتنصر؟ ده اللي هنعرفه من خلال عرض التصريحات المثيرة للجدل في الفيديوهات المنشورة ليه، واللي بيهاجم فيها الاسلام وبيدافع عن المسيحية. فبدأ المستشار كلامه بتساؤل، وهو هل المسيحي كافر؟ هل المسيحي كافر؟ هو ليس كافرا لأنه بيكفر بعقيدتي خالص، وهو ليس كافرا على الإطلاق. ده اللي أنا بقوله بقى في الحلقة دي، هو ليس كافرا لأنه يكفر بعقيدتي، وهو ليس كافرا على الإطلاق. فمن وجهة نظره إن المسيحي ليس كافرا على الإطلاق، وانتوا ازاي يا مسلمين يا وحشين تقولوا على المسيحيين كفار؟ طيب انا هرد على حضرتك. اولا، لما ربنا هداني للاسلام اقتنعت اقتناع تام بان القرآن الكريم وحي من الله، وان الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة آية 72، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال أيضا في سورة المائدة آية 37، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي أخبرنا إن النصارى كفروا لأنهم بيؤمنوا إن المسيح هو الله، وكفروا لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وبالتالي المسلم عليه الطاعة والإذعان لكلام الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الكفر معناه عدم الإيمان بمعتقد الآخر، فالنصارى اللي انت بتقول لهم دافعوا عن دينكم بيؤمنوا إن المسيح هو الله، واللي اليهود بيعتقدوا إنه ابن زنا، ومع ذلك مفيش حد مسيحي طلع وكفر اليهود. أو حتى حضرتك ما قلتش ليه للنصارى إزاي بتؤمنوا بتوراة اليهود وحطينها في الكتاب المقدس وهم اتهموا المسيح بإنه ابن زنا. فالعقيدة هي اختلاف في الاعتقاد، فالاختلاف في المعتقد شيء طبيعي. فالنصراني يكفر بما أعتقد به أنا كمسلم، والمسلم يكفر بما يعتقد به النصراني. والأمر ده وضحه أحد المسلمين للأنبا مرقس في أحد اللقاءات التلفزيونية.
بسألك بوضوح يعني نيافة الأنبا، ألا تعتقد أني كافر ليس لي خلاص بسبب أنني لا أؤمن بألوهية المسيح؟ بوضوح مش غلط. طبعا الله بالضبط. وإلا هذا وإلا الذي أريد أن نصل إليه. نعم. ولو لم تقل ذلك لما صرت مسيحي بالضبط. ولو أنا اعتقدت أنه لا ما فيش مشكلة، ولو قبلت من يقول بأن التثليث معناه توحيد لم أعد مسلما. بالضبط. أيوة بالضبط بالضبط كده. وبيأكد كلام الأنبا مرقس القس داود لمعي اللي بيقول على الشخص غير المسيحي أنه مش هيدخل الجنة وملهوش في السماء نصيب. الإنسان ده كان مثالي وبيخدم وأمين، لكن مات وما نعرفش بقى أمن ولا ما أمنش. بلاش نقول راح فين، احنا هنقول لو كان آمن بالمسيح يبقى ربنا عارف يدخله السماء، لكن لو كان رافض المسيح أيا كانت سلوكياته الحقيقة حسب إيماننا هو ملوش في السماء نصيب. سبحان الله. نفس الكلام لما بيقولوه المسلمين تطلع ناس وتعترض وتقول هو انتم مفتاح الجنة معاكم؟ فالاعتقاد المسيحي بيقول ان العقيدة والايمان اولا، وبعد كده تيجي الاخلاق والاعمال الحسنة. فايا كان سلوكيات الشخص ولم يؤمن بالمسيح مش هيدخل السماء. اما الانبا شنودة بقى قالها بكل صراحة، مش الكل اولاد الله. مش الكل اولاد الله. هل كل إنسان كافر ابن الله؟ هل كل إنسان ملحد ابن لله؟ هل كل إنسان عابد للأصنام هو ابن لله؟ مين يقول الكلام ده؟ فيا سيادة المستشار، المسيحية فيها تكفير لمعتقد الآخر، ومش زي ما حضرتك وضحت إن الإسلام هو اللي اتجن عليهم وقال عليهم كفار. ففي الكتاب المقدس نصوص كتيرة بتوضح ان يسوع كان بيكفر المخالف، منها مثلا على سبيل المثال ما ورد في انجيل متى في الترجمة اليسوعية اصحاح 17 عدد 17، فاجاب يسوع ايها الجيل الكافر الفاسد حتام ابقى معكم والى ما احتملكم علي به الى هنا. وتتفق مع الترجمة اليسوعية الترجمة الكاثوليكية، وتم استبدال كلمة الكافر في باقي الترجمات الأخرى بغير المؤمن. أما بطرس صخرة الكنيسة قال في أعمال الرسل 2:23 في الترجمة الكاثوليكية وحين أسلم إليكم بمشيئة الله المحتومة وعلمه السابق صلبتموه وقتلتموه بأيدي الكافرين. وقد اختلفت ترجمة الحياة وقالت تقتلوه بأيدي الأسمة، أما المبسطة فقالت بمعونة أشخاص أشرار. وفي رسالة كورنثوس الثانية إصحاح الرابع عدد 4 الترجمة البوليسية نص بيقول أولئك الكفر الذين أعمى إله هذا الدهر بصائرهم لألا يضيء لهم نور إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. ودي كانت نماذج للتكفير من الكتاب المقدس. وتعالوا نشوف نماذج لتكفير المخالف للعقيدة المسيحية من أقوال الآباء والمراجع المسيحية، ونبدأ بكتاب المقالة الثانية ضد الأريوسيين القديس أثناسيوس صفحة 62. لذا فإن حسب أفكار الكافرين يكون الإبن الذي خلق لكي يكون أداة لا لزوم له. وفي كتاب أنت المسيح ابن الله الحي للأنبا غريغوريوس أسقف عام الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي صاد 8. أما شهود يهوة فهم غير مسيحيين، وعلى هذا يجمع الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت إن مذهب شهود يهوة مذهب يهودي متطرف وصهيوني أيضا، يبرأ منه جميع المسيحيين ويعتبرونه هرطقة وأدلولة وكفرا. وناخد مثال من مديح الصلبات ونسمع بيقول ايه عن يهوذا اللي سلم يسوع. فلولك يا يهوذا يا كافر يا كافر يا كافر يا ملعون، تبيع سيدك بالمال والمال كله فاني. وده يعتبر ردي على تصريح المستشار أحمد عبد ماهر إن المسيحي ليس كافرا على الإطلاق. ولكن ليه حضرتك بتقول إن المسيحي ليس كافرا؟ المسيحي ليس بكافر ليه؟ لأنه بيقول باسم الآب والابن والروح القدس، ويروح ضممهم على بعض كده إله واحد أمين، مش بيقول كده؟ بيقول.
طب انت بتقول ايه؟ قول بسم الله الرحمن الرحيم وتضمهم على بعض كده وتقول لا اله الا الله، مش كده ولا ايه؟ ولكن احنا كمسلمين مش بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونضمهم على بعض كده ونقول لا اله الا الله زي ما حضرتك بتقول. فبسم الله الرحمن الرحيم دي اسماء الله سبحانه وتعالى، فالله هو الرحمن هو الرحيم. كمان المسلمين مش بيقولوا بسم الله والرحمن والرحيم زي ما المسيحيين بيقولوا بسم الاب والابن والروح القدس، ومفيش نص في الكتاب المقدس اللي بيؤمن به المسيحيين بيقول بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. وعلماء المسيحية اعترفوا ان الاب والابن والروح القدس شخصيات مختلفة، ومنهم الأنبا روفائيل اللي قال إن الثلاثة أقانيم متميزة، يعني الآب غير الإبن غير الروح القدس. ولكن ثلاثة أقانيم متمايزة، متمايزة يعني الآب غير الإبن غير الروح القدس. ولاحظوا يا شباب، أنتوا خدام طبعا مش كده؟ لو أنت جيت في اجتماع شباب عندكم في الكنيسة وشرحت الثالوث بالطريقة دي هتلاقي بعض الناس يتخضوا، لأن هو لما حد تقول له الآب غير الإبن يتخض. فالآب غير الابن غير الروح القدس. معنى الكلام ده ان المسيحي لو قال ان الآب هو الابن هو الروح القدس هيكون مهرتك وهيكفر بالمسيحية، وده اللي وضحه الأنبا بيشوي. دعا سابيليوس ان الله اقنوم واحد بثلاث اسماء، يعني بصراحة كده وبدون مواربة كتير من الناس بقابلهم الاقيهم فاكرين ان الآب هو الابن، وهم بذلك يعتقدون بما يشبه عقيدة سابيليوس دون أن يقصدوا ذلك، ويحتاجون إلى إرشاد وتوعية على قدر المستطاع. فاللي يقول إن الآب هو الابن هو الروح القدس بيكون خارج تعليم المسيحية. أظن المسألة تكون وضحت للمستشار أحمد عبد ماهر اللي عنده اعتراض تاني، تعالوا نشوف إيه هو. وبعدين ما تقولوش لم يلد ولم يولد، وما قالكش إنه ولد سيدنا عيسى عشان تقول للمسيحي قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تبقى متنرفز قوي. هو قالك إنه الله خلف سيدنا عيسى؟ ما قالكش. لكن اللي حضرتك ما تعرفوش او ما وصلش لعلمك ان المسيحي بيقول ان الله ولد المسيح، والدليل من افواه علماء المسيحية بنفسهم اللي اكدوا ان المسيح مولود من الله. الاب يولد منه الابن ولادة ازلية، الابن مولود من الاب، المسيح له ميلادين، ميلاد ازلي من الاب. يعني الله اعلن ان الاقنوم الثاني مولود، واحنا بنقول ان الابن المولود من الآب مولود منه قبل كل الدهور، المولود من الآب قبل كل الدهور. في فيديو منشور للبابا شنودة بيقول إن الإله بيلد إله، والطائر يلد طيرا والسمك يلد سمكا، إذن الإله يلد إله. وصدق الله إذ يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فرسالتي للمستشار أحمد عبد ماهر إنه زي ما بيوصف نفسه باحث، ياريت يبحث كويس عن أي معلومة تخص الإيمان المسيحي، علشان لما حضرتك تدافع عن الإيمان والمعتقد المسيحي تدافع بأدلة مش تدافع بكلام بدون دليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.